حول الموضوع ينضم لنا من القميشلي عبر الهاتف مباشرة العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير شرح بالتفصيل العمليات على الأرض ودخول قواتكم، قوات غضب الفرات، إلى مدينة الرقة، لكن نريد من حضرتك أن تشرح لنا ماذا يجري على الأرض إلى الساعات القليلة الماضية وإلى الآن، ماذا جرى بالتحديد؟ أولا تحية لك وللمشاهدين. بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية تتقدم في مدينة الرقة الآن داخل الأحياء، طبعا كما ذكر التقرير حي المشلب، وكذلك بالنسبة للجهة الغربية دخلوا قرى عديدة يلي هي يعني المناطق اللي كانت تبعد مثلا 20 أو 18 كيلومتر كمان عم نتقدم فيها، فدخلوا قرية حاوي الهوى والسمرة، وكذلك قرية السحل الغربي، يعني هي أهم قرية كان يتواجد فيها جهاز المخابرات يعني تبع داعش في الرقة، والذي يقوده علي موسى الشواخ وهو من أبناء المنطقة والمدعو أبو لقمان، وكما ذكر اسمه مطلوب بالنسبة لأجهزة مخابرات أوروبية وأمريكية بعد تنفيذ عمليات في أوروبا. بالنسبة لل ألو نعم تفضل سيدة العميد. نعم وبالنسبة للجهة الشرقية بالشمال الشرقي كذلك هناك تقدم كبير، ويعني التوقعات أن مدينة الرقة إذا استمر الوضع على هذا الحال إن شاء الله تكون المدة قصيرة في تحرير هذه المدينة واستعادة. طيب عندما نقول بأن قواتكم بدأت بدخول مدينة الرقة، يعني ماذا يعني ذلك بالنسبة ربما بالمساحة أو المسافة التي لا زالت تفصلكم بين من أين أنتم متواجدين الآن ومركز داعش، المكان الذي ربما يتحصن فيه ويتمركز به داعش بشكل كبير في مدينة الرقة؟ يعني كان الخوف بالمراكز الحيوية وهي السدود، ولكن الآن ثلاث سدود محررة، فلم يبقى هناك مناطق حيوية وكلها عبارة عن أبنية ومراكز قيادة وهي تنهار بالتوالي بالتتالي، يعني هلأ جهاز المخابرات انهار أو الحسبة، فنتوقع أن تكون العملية يعني سريعة إن شاء الله ونقوم بتحرير الرقة خلال مدة زمنية وجيزة. طيب ماذا بالنسبة للمدنيين؟ نعلم بأن داعش في اللحظات الأخيرة يستخدمهم عفوا، كيف ستحمون المدنيين؟ مشكلتين، يعني لدينا مشكلتين، هي بالحقيقة مشكلتين. أولا هو التفخيخ الذي يقوم به التنظيم، وخاصة من المناطق الذي يفر منها، وكذلك استخدام المدنيين دروع بشرية، يعني لا زال هناك مدنيين لا يرغبون بالخروج من مدينة الرقة ويقولون نحن سنبقى في منازلنا، وطبعا هناك تعليمات أن المنازل التي يتواجد فيها المدنيين يرفعون رايات بيضاء عند تقدم قواتنا حتى لا يكونوا هدف خاطئ بالنسبة لنا، ويعني نحاول قدر المستطاع حماية المدنيين حماية المدنيين أولا، وكذلك تخليصهم من أي عمليات يقوم بها داعش باستخدامهم دروعا بشرية. شكرا لك العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القميشلي.